أهم كولكشن موجودة أو أهم مجموعة أثرية موجودة في المتحف المصري الحالي، وهي اللي هتتنقل هنا زي ما احنا عارفين مع المجموعة الكاملة، يعني هو اللي معروض جزء صغير منها في المتحف المصري، لكن هي المجموعة 4500 قطعة هيتعرضوا بشكل متكامل هنا. هو طبعا بالفعل الحاجات اللي معروضة اوريدي متوثقة ومحطوطة على قواعد بيانات، ولكن اللي هيحصل هنا ان اي قطعة لما بتيجي من المتحف او من المخازن وبتيجي عشان تتعرض هنا بتخش الاول معامل الترميم زي ما تقول تخش العيادة، يعني عشان يتكشف عليها ويتشاف لو فيها اي مشاكل ويتعمل عليها فحوصات ما اتعملتش قبل كده، زي مثلا يتعمل عليها تصوير بالاكس راي والمالتي سبيكترال اللي هو اطياف متعددة عشان يتشاف اعماق في القطعة مش متشافة بالعين المجردة، وبالتالي قبل ما تتعرض يبقى تعمل لها فحص وبالتالي تعمل لها ترميم وتعمل لها معالجة قبل ما تتفحص وتسجيل وكل الحاجات دي. فهو يعني اوتوماتيكال يعني اي حاجة بتتعرض بتمر بمراحل فحص وترميم وتسجيل قبل ما تتعرض، فبالتالي على ما تتعرض الحاجة هتبقى يعني متغطية كاملة من هذا المتحف، مش هيتفتح فعليا قبل سنتين ونص ثلاثة. المؤتمر يعني كلمة مؤتمر دائما يعني اجتماع للعلماء من جميع من الأنحاء المختلفة، فده يعني جاي علماء من إنجلترا ومن ألمانيا ومن فرنسا وهكذا، ودول جايين لما بيجوا أولا بيلقوا بدلهم في المؤتمر، زائد إنه بيحصل اجتماعات جانبية للتشاور، خصوصا كنت لسه بتكلم مع بروفيسور مالك من إنجلترا وده من أشهر العلماء في الآثار، وكنا لسه بنتكلم على ان يعني المتحف ده ما حقوش يتسمى المتحف المصري الكبير وانما يتسمى المتحف العالمي الكبير.